أبدأ معك دكتور الحربي، الطموحات الإيرانية بالتحول إلى أحد أهم خطوط ترانزيت لنقل السلع والطاقة في العالم، هل ستنجح؟ بالأكيد لن تنجح. أولا لأن الوضع الإيراني أو التقنيات الإيرانية، خاصة نحن نتكلم على الغاز، إيران تطمح أن تعبر بخطوط ملاحية أو خطوط ترانزيت كما تفضلتم إلى العالم، وهذا يعني أشبه بالمستحيل. أولا هناك ما زالت العقوبات الأمريكية مايو 2018 سارية المفعول. ثانيا لإيران تجارب مع العراق، التجربة في نقل الغاز لتشكيل محطات الكهرباء، ودائما ما يكون الغاز يعني يشوبه صفقات فساد عظيمة منذ 15 سنة ولم تنجح لحد الآن، والآن قلصت أيضا. كان المفروض أن هناك عقد 5 مليون متر مكعب في الصيف، 8 مليون متر مكعب في الشتاء إلى العراق، والآن قلصوا ويطالبون أو يبتزون العراقيين بالمال. هذه الناحية. الناحية الثانية هو النقطة المحورية، الغاز اللي تتكلم عنه إيران. إيران هي ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم. المملكة العربية السعودية الآن ضاعفت احتياطاتها من الغاز إلى 326 مليون متر مكعب، أي 6 مرات في 6 عقود، وهي تحتل المرتبة السادسة في العالم، وستدخل نادي الكبار المركز الثالث 2025. هذا وفق دراسات الإمارات السابع، قطر الثالث. فما الحاجة إلى السلع أو الغاز التي تفتقر حتى إلى تقنياته، وهي تنتج إلى العراق غاز مليء بالشوائب، ضرب جميع التوربينات أو أغلب التوربينات دائما تتغير، فهي مصالح انتهازية، وهذا طرح إعلامي لا يمت بصلة لأي مقاربات سياسية أو أبعد من ذلك.